الحياة السياسية في مصر اللي اكتملت بشكل وأركان الدولة، اليوم النهاردة يستمر بشكل إجرائي في أداء اليمين، ولا يعني تأملوا أن ينتهي كل الجدول الموضع النهاردة من اختيار رئيس البرلمان ووكلاء ورسائل اللجان الفرعية؟ لا لا طبعا ان شاء الله باذن الله هيكتمل باختيار رئيس البرلمان والاثنين الوكلاء عن طريق انتخابهم انتخابات مباشره في الصناديق الازاز، وتعلن النتيجه النهارده وتغلق الجلسه اليوم. وهناك بالفعل رئيس البرلمان منتخب واثنين وكلاء منتخبين واتمام حلف اليمين الحاضرين. مين ايه الاسماء يا فندم سياده اللواء؟ طبعا الاسماء يا فندم اللي يعني مرشحه في لتولي رئاسة البرلمان. لا احنا من عندنا، احنا كائتلاف عندنا علي عبد العال، الدكتور علي عبد العال رئيس برلمان، وعندنا الاثنين الوكلاء اللي احنا انتخبناهم امبارح، الدكتور سيد محمود شريف والاستاذ علي عبد المنعم. وهم عندنا، لكن اثناء فتح الترشيحات انا متوقع طبعا هيبقى في ناس ثانيه. في نظر حضرتك سياده اللواء يعني هم سيحظوا بالنسبه الاكبر في التصويت؟ لا، ما يعني ما تضمنش حاجه في هذه الانتخابات، ما تضمنش حاجه. طيب سيادة النائب، بالنسبه يعني طبعا دعم الدوله المصريه والتكتل الكبير دون، ايه مهامه في الدوره دي، خلال الدوره دي ايه المهام اللي واضعها والخطط اللي واضعها في الورقه انه ينتهي منها خلال هذه الدوره؟ لا، ما انت عارف لابد في اي برلمان ان يكون هناك تكتل او ائتلاف قادر على ان هو يكون يشكل اغلبيه داخل البرلمان. فاللي اتعمل ده شيء طبيعي زي البرلمانات اللي في العالم كلها يعني. وليس شيئا جديدا. وبالتالي الموضوعات اللي هتدرس وهتقدم احنا هندرسها بالتفصيل هنكون لنا كلمه فيها يعني. طيب سياده النائب، بس كان في بعض الاسئله كثيره جدا، من ضمنها مثلا يعني تواجد حضرتك الان خارج القاعه او في الطريق الى وصول لقاعه البرلمان. انا رقم 449. وبالتالي قدامي مش اقل من ساعه ونص فنيين يعني. فده يعني ده اللي اخر حضرتك في التواجد بدل ما التواجد. مش اخر، لا مش اخر، انا متعمد لان انا هروح اقعد ما اعملش حاجه. من 9 الصبح لغايه متاخر يعني. فان رقم معليك يا فندم اللي هو 449، فرقم متاخر جدا بالنسبه اللي احنا دلوقتي وصلنا قربنا على النص يعني، لسه او خلصنا اول تلت من جانب اداء اليمين يعني قدامي ساعه ونص تانيين يعني على الاقل. طيب سياده اللواء، كمان من ضمن الاسئله الخاصه انه في تحالفات كانت متواجده واعلنت في الاول انها تخش في دعم تحالف دعم الدوله داخل البرلمان وبعدين خرجت، زي المصريين الاحرار وبعض الاحزاب قال انها هعمل ائتلاف لوحدي. كواليس الكلام ده ايه المصرح نقوله للناس، نطلع على الناس على اعتبار ده برلمان الناس؟ يعني هو طبعا محاولات مستمره لعمل ائتلافات، كان ايام الانتخابات محاولات مستمره لعمل قوائم. لكن في النهايه من هو الذي ينجح في تشكيل القوائم او تشكيل الائتلافات او تشكيل التكتلات؟ هي دي النقطه يعني. مساله مش بالبساطه دي ولا السهوله دي خالص يعني. طيب يعني طب نقاط المعارضه كانت ايه؟ يعني هل في حد بيختلف على انه هناك ائتلاف يدعم الدوله المصريه على اعتبار ان احنا في مرحله حرجه بتقتضي سرعه البت في القوانين وسرعه خروجها، ولا كان في حد معارض لوجهه النظر دي يا فندم؟ لا يعني السياسه طبعا فيها من هو مع ومن هو ضد، وبالتالي ما تقدرش تقول ان الكل موافق او الكل معارض، ولكن في النهايه في ناس وافقت ودخلت وناس رفضت وده حقهم يعني. هل يعني متاح لي ان نعرف بعض الاسماء او بعض الاحزاب مثلا اللي كانت رافضه؟ لا عارفيني معلش، الله يخليك. طيب شكرا. الله يخليك. في الاطار ذاته سؤال اخير، طبعا انا عارف وقتك وعارف انك يعني تتهم للدخول، بتتمنى ايه كرساله للمصريين النهارده في الصوره دي؟ اخر سؤال يا فندم، من صوره البرلمان النهارده هتقول للمصريين ايه؟ والله بقول الشكل مشرف للغاية، والبداية طيبة وجيدة. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا متفائل أولا جدا، وإن شاء الله هنكمل بإذن الله بشكل جيد، وقدامنا بإذن الله يعني أيام جيدة قادمة إن شاء الله. أنا
بشكرك جزيلا سيادة النائب وسيادة اللواء سامح سيف اليزل، وطول الصحة والعمر إن شاء الله. طيب